من داخل سيارة السفاري. راح أصور لكم الطريق لغاية وصولنا إلى بحيرة ياتشوت المتجمدة، حتى تتابعون الرحلة مالتنا اليوم. الثلوج تساقطت في جرموك بكثرة خلال هذه الأيام، لذلك أدعو محبي الثلوج وخصوصا محبي المغامرات، مغامرة الاشتراك في رحلات السفاري بين الثلوج. بإمكانكم أن تتصلوا بنا من خلال رقمنا المعروض أسفل الشاشة. بإمكانكم أيضا أن تتابعون كل تقاريرنا على اليوتيوب من خلال قناتنا قناة أرارات للسياحة، وبإمكانكم أن تتابعوننا على السناب شات وعلى الإنستغرام والفيسبوك والتويتر. معظم تقاريرنا تجدونها على اليوتيوب، لأن فعلا رحلات السفاري في أرمينيا رحلات ممتعة جدا. وبإمكانكم أن تتعرفوا على رحلات السفاري اللي ننظمها من خلال الروابط المرفقة في الديسكريبشن في الوصف. هدفنا من تنظيم رحلات السفاري هو الوصول إلى ينابيع المياه الحارة أو ينابيع المياه المعدنية. نصل إلى الينابيع نفسها، وبإمكانكم أن تنزلوا في داخل الينابيع وتستحموا فيها. وهذه هي بحيرة ياتشوت المتجمدة. يوم 4 جانيوري من عام 2020 زرنا هذه البحيرة، كانت متجمدة لكن أجزاء كبيرة منها كانت غير متجمدة. واليوم 11 جانيوري من عام 2020 مرة أخرى كررنا زيارتنا إلى بحيرة ياتشوت ووجدناها متجمدة بالكامل. يصب في هذه البحيرة المياه المتساقطة من شلال جرموك وتتجمع فيها، ويوجد قناة يمتد تحت الجبال طوله 48 كيلومتر. من خلال هذا القناة ينقل الماء من بحيرة ياتشوت إلى بحيرة سيفان، وتعتبر بحيرة ياتشوت من أكبر المصادر التي تمول بحيرة سيفان بالمياه. هذا هنا راح ننزل. طبعا السواحل ويانا دي يخافون. ميباك جاد. لا يلا ايش. السلام عليكم. النقطة الأولى أو الهدف الأول اللي وصلنا هي من البحيرة. راح نترجل نمشي شوية فوق البحيرة. اللي يحب يمشي ويانا خلي يتفضل. صباح الخير. أجواء ربيع. شوفوا الشمس. هذا الشمس. وهذه البحيرة المتجمدة، وهذه الثلوج، وهذه هي السيارة اللي اصطحبتنا إلى البحيرة. البحيرة متجمدة، أنا راح أنزل أتمشى شوي فوق البحيرة، اللي يحب يتمشى وياي خليه يتفضل. الآن أبو ماشيش فوق بحيرة ياتشوت المتجمدة. راح نشبر فتح حجر كبيرة. حجرة وزنها جزء كيلوين ثلاثة، يعني هذا لو مشيت هناك البحيرة ما راح تكسر. يلا ويا العائلة ويا السواح. ايكو شاف فين شافي فين فين.
اكتبوا لنا رايكم عن هذه الجوله، اريد نقراها بالكومنتات وشنو رايكم بها. هذه كلها امامنا بحيره، طبعا للمعلومات هذه البحيره بيها اسماك كبيره جدا. اعتقد الى هنا كافي، راح اتوقف من النقل المباشر. اوكي، اذا تحبون تشوفون الاكثر اتصلوا بنا، احنا نصطحبكم. يلا باي باي، الى اللقاء.